مرحبا بكم أعزائي مع درس جديد من دروس الكيمياء النووية في مقرر الكيمياء 5 كيم 318، ودرس اليوم هو التحلل الإشعاعي. تحتوي النواة على البروتونات والنيوترونات، هذه المكونات تسمى بالنيوكليونات. السؤال: كيف تبقى النيوكليونات مع بعضها البعض على الرغم من وجود البروتونات؟ البروتونات شحنتها موجبة ويجب أن تتنافر، فكيف تبقى هذه النيوكليونات مكونات النواة مع بعضها البعض مجتمعة؟ الجواب كما هو واضح أمامكم أعزائي بسبب القوى النووية. السؤال الذي يتبادر إلى أذهانكم: ما هي القوى النووية؟ القوى النووية هي قوة تجاذب توجد في النواة، تجاذب بين مكونات النواة القريبة من بعضها البعض. إذن القوى النووية دائما هي قوى تجاذب. داخل النواة توجد مجموعة من القوى، قوى تنافر وقوى تجاذب. قوى التنافر تنشأ عن البروتون، البروتون شحنته موجبة، البروتون شحنته موجبة، والبروتون الآخر شحنته موجبة أيضا. لأن البروتون موجب والبروتون الآخر أيضا موجب، سيحدث بينهما تنافر، وهو ما يعبر بالأسهم باللون البنفسجي. ولكن في نفس الوقت لأنها في داخل النواة يوجد بينها قوى نووية، أي قوى تجاذب. النيوترون والنيوترون الآخر توجد بينهما قوى تجاذب فقط، لأن النيوترون لا يحمل شحنة. بين النيوترون والبروتون توجد قوى تجاذب، لماذا؟ لأن البروتون موجب والنيوترون لا يحمل شحنة. ولذلك نلاحظ أن القوى النووية قوى التجاذب دائما تتفوق على قوى التنافر. إذن القوى النووية تتغلب على قوى التنافر الكهربائية. لكن وجود النيوترونات يضفي قوة تجاذب أكبر ويعطي النواة استقرار أكبر. لماذا؟ لأن النيوترونات لا تبدي أي قوة تنافر لأنها لا تحمل شحنة. أعزائي، الآن ننتقل إلى الفكرة الأساسية في استقرار النواة. قام العلماء بتحديد أماكن النظائر المستقرة بمعرفة عدد النيوترونات، عدد النيوترونات وفي مقابل عدد البروتونات. وضعوا نقاط تمثل الأنوية المستقرة لمختلف النظائر لكل العناصر المعروفة. تلاحظون أعزائي هذه النقاط، هذه النقاط تسمى بحزمة الثبات. إذن حزمة الثبات هي هذه النقاط، وهذه النقاط تمثل النظائر كما ذكرت منذ قليل التي تكون في حالة استقرار. أي نقطة نضعها على الرسم ليست من ضمن هذه النقاط تكون النواة غير مستقرة. لحصر هذه المنطقة فقط وضعت هذه الخطوط، ولكن هذه الخطوط ليس كل ما بينها مستقر، المستقر فقط هذه النقاط. هذه النقاط الموضحة باللون الأسود، هذه المنطقة هي منطقة أو حزمة الثبات، وقد حصرها العلماء أنها تتراوح من N على B تساوي 1 إلى N إلى B على B تساوي 1.5. إذن هي موجودة في هذه المنطقة، ولكنها فعلا هذه النقاط. العناصر التي تقع أعلى حزمة الثبات تكون فيها نسبة N على B عالية، N على B
تكون عالية. إن على بي يعني حاصل قسمة عدد النيوترونات على عدد البروتونات سيكون رقم أكبر من النظائر المستقرة في حزمة الثبات. وحتى تستقر هذه النظائر الغير مستقرة يجب أن نقلل من عدد النيوترونات، وفي نفس الوقت سنرفع عدد البروتونات. فماذا سيحدث؟ يتحلل النيوترون إلى بروتون ويتم إشعاع الإلكترون. هذا الإلكترون ذكرناه في الدرس الأول في الكيمياء النووية، الإلكترون يمثل أشعة بيتا. إذن النظائر غير المستقرة التي تكون أعلى حزمة الثبات لكي تستقر يجب أن تقلل عدد النيوترونات فتشع أشعة بيتا. العناصر التي تقع أقل من حزمة الثبات تكون فيها نسبة النيوترونات أقل مما هو مطلوب في النظائر المستقرة. فماذا تقوم النواة لتصل بشكل تلقائي للاستقرار؟ تقوم بإشعاع الإلكترونات أيضاً، ولكن هذه المرة إلكترونات موجبة. كيف تنتج؟ من تحلل البروتون إلى النيوترون، وبالتالي ارتفعت نسبة النيوترونات، وفي نفس الوقت حدث إشعاع لهذه الإلكترونات الموجبة، وهي عبارة عن أشعة بيتا ولكن بإشارة موجبة. تسمى هذه الجسيمات البوزيترون، وتكتب في بعض المراجع بيتا بيتا. هنا البيتا تكتب سالبة، وهنا تكتب بيتا، ولكن لاحظوا معي فقط الاختلاف في الإشارة، تسمى بيتا الموجبة. الآن سنعرض شريحة فيها بالتفصيل ماذا يحدث للنظائر غير المستقرة كملخص لما ذكرته الآن. الأنوية الثقيلة، قبل أن ننتقل أعزائي، الأنوية الثقيلة، ما هي الأنوية الثقيلة؟ التي عددها الذري فوق 82. إذا من 83 فما فوق، من لنفترض أن هنا العدد 82، من بعد 82 هذه نظائر ثقيلة تشع جسيمات ألفا. لماذا جسيمات ألفا؟ هذه للنظائر الثقيلة. لماذا تشع جسيمات ألفا؟ لأنها ثقيلة، يجب أن تقلل عدد النيوترونات وعدد البروتونات حتى تكون في حزمة الثبات أو على الأقل قريبة منها، أي تصبح أكثر استقرار. الآن نستعرض ما ذكرناه. هذه الصورة موجودة في الكتاب تلخص ما ذكرناه، وهنا التعريف: حزمة الثبات منطقة على الرسم البياني تقع فيها جميع الأنوية الذرات المستقرة، وهي هذه النقاط فقط، النقاط هي حزمة الثبات. الذرات الواقعة داخل حزمة الثبات مستقرة، أي هذه النقاط مستقرة. ما يقع أعلاها أو أدناها يكون مشع، يشع بصورة تلقائية، وذكرنا في الدرس الأول أن أشعة ألفا وأشعة بيتا ويرافقها أيضا أشعة جاما تصدر من هذه الأنوية لتصل لحالة الاستقرار. إذن هذا هو ما ذكرناه منذ قليل ملخص في هذه الشريحة. الآن لنأخذ تطبيقا على ما ذكرناه، ولكن نستعرض بعض خواص النظائر. النظائر غير مستقرة تتعرض للإشعاع وتتحول إلى ذرات مستقرة. بعض هذه النظائر فترة تحللها قصيرة، ولكن البعض الآخر قد يصل فترة تحلله إلى ملايين السنين. بعض النظائر يتكون بشكل متواصل في طبقات الجو العليا، ومثال ذلك الكربون 12. بعض النظائر يتكون من خلال عملية الاندماج النووي، وهي تحدث للأنوية الخفيفة، ويمكن تصنيع
بعض هذه النظائر في المختبر. إذن كما ذكرنا، أساس معرفة استقرار النواة أو لا هي نسبة الـ N، عدد النيوترونات إلى عدد البروتونات. الآن لنبدأ التطبيق. سؤال: لديك مجموعة من النظائر، سنحدد ما إذا كانت مستقرة أو غير مستقرة، وإذا كانت غير مستقرة ما هو الإشعاع الذي ستطلقه النواة حتى تصل إلى حالة الاستقرار. المثال الأول الكربون. الكربون له عدة نظائر، من ضمنها الكربون 614. هل هذا النظير مستقر أو لا؟ بعمليات حسابية، عدد النيوترونات 14 ناقص 6 8، عدد البروتونات هو نفسه العدد الذري 8 على 6، سيكون الجواب لو استخدمتم الآلة الحاسبة 1.33. هذه النسبة لأول 20 عنصر تعتبر كبيرة. أول 20 عنصر النسبة الطبيعية للاستقرار هي 1:1، أي نسبة النيوترونات إلى البروتونات 1:1، أو باختصار 1. إذن هذه النسبة كبيرة. تذكر عزيزي الطالب، أول 20 عنصر يجب أن يكون حاصل قسمة الـ N على B يساوي 1 حتى نقول بأنها مستقرة أو لا. لو رجعنا قليلاً، لاحظوا أعزائي، أول 20 عنصر النقاط كلها تقع على الخط 1، ثم تبدأ في الارتفاع إلى أن تصل إلى 1.5 للتغلب على قوة التنافر بين البروتونات. الآن سنأخذ نعود إلى التطبيق، ولكن رأينا أنه من المهم أن نريكم هذه المعلومة. الآن هذا نظير غير مستقر، كيف سيصبح مستقر؟ سيصبح مستقر عن طريق إشعاع جسيمات بيتا. هذه عبارة عن جسيمات بيتا إي، أو تكتب أيضا بهذا الشكل. لماذا أشعة بيتا؟ أعزائي، أشعة بيتا لأن النسبة أكبر من 1. لو كانت النسبة أقل من 1 لأول 20 عنصر لكان إشعاع بيتا الموجبة، أو ما يسمى بالبوزيترون. إذن لماذا هذا الإشعاع بالذات؟ لأن النسبة أكبر مما هو مطلوب في حزمة الثبات أو في النظائر المستقرة. أعزائي، لاحظوا أن لو جمعنا 0 مع 14 سيكون الجواب 14. 7 ناقص 1 الجواب سيكون 6. يعني حتى نكتب معادلة موزونة يجب أن يكون مجموع الأعداد الكتلية في الطرفين متساوي، ومجموع الأعداد الذرية في الطرفين متساوي، وهذه أعداد بسيطة. 7 ناقص 1 يساوي 6، 14 زائد 0 يساوي 14. إذن هذه معادلة تمثل التحلل الإشعاعي لمن؟ للكربون. الآن لاحظوا أعزائي، عندما تحلل الكربون إلى النيتروجين أصبحت النسبة N على B تساوي 1، أي وصل إلى حالة الاستقرار. مثال آخر المغنيسيوم. المغنيسيوم الذي اخترناه أحد النظائر، المغنيسيوم 12-24، كم نسبة الـ N على P؟ نسبتها 1، وهو من أول 20 عنصر. إذن هذا النظير سيكون نظير شنو؟ سيكون نظير مستقر. لماذا؟ لأنه من العناصر 20، 12 لم نتجاوز 20، إذن يجب أن تكون نسبة 1 أو حكمنا عليه بأنه غير مستقر. إذا كانت النسبة لأول 20 عنصر N على B أكبر من أو أصغر من 1 نحكم عليه بأنه غير مستقر. لاحظوا أعزائي، كتبنا بأنه نظير مستقر ولم نكتب معادلة لأنه لن يتحلل. من الذي يتحلل؟ النظائر غير المستقرة. آخر مثالين. المثال الأول البولونيوم. نسبة الـ N على P 1.5 إلى 1، ولاحظوا أعزائي أن العدد الذري 84، أي أنه من العناصر الثقيلة، وذكرنا أن العناصر الثقيلة التي بعد 82 كلها غير مستقرة. ماذا تشع؟ تشع
نعم، الذي قال بأنها جسيمات ألفا يعني أنه متابع جيد، فعلا سيكون الإشعاع جسيمات ألفا. هذه جسيمات ألفا إما تكتب بهذا الشكل أو تكتب بهذا الشكل في المعادلات. لاحظوا أعزائي من جديد وأنتم في المستوى الثالث، هذه أرقام بسيطة، جمع بسيط، 4 زائد 210 214، 2 زائد 82 84. يجب أن يكون مجموع العدد الكتلي في الطرفين متساوي والعدد الذري أيضا. الآن لاحظوا بعد أن خسر البولونيوم جسيم ألفا، لاحظوا أن النسبة زادت، ارتفعت، إذن من 1.54 أصبح 1.56. لماذا؟ نحن بحاجة إلى رفع هذه النسبة، زيادة عدد النيوترونات، زيادة عدد النيوترونات، زيادة النسبة ستجعل القوى النووية أكبر، وبالتالي سيكون هذا النظير مستقر. إذن النسبة زادت وبالتالي سيكون الاستقرار أكبر. المثال الأخير الكبريت. الكبريت نسبة الN على P في هذا النظير عبارة عن 0.93 إلى 1، وهو من أول 20 عنصر، وهو من أول 20 عنصر 16، ولذلك هذه النسبة تعتبر أقل مما هو مطلوب ليكون مستقراً، أقل من حزمة الثبات. فما هو الحل ليصبح مستقر؟ إذن هذا النظير غير مستقر، ما هي المعادلة التي تمثل تحلله؟ هذه هي المعادلة، الكبريت تحلل بإشعاع البوزيترون الذي ذكرنا أن اسمه الآخر بيتا الموجبة، جسيمات بيتا الموجبة، وتحول إلى الفوسفور. ماذا حدث للنسبة؟ ارتفعت. إذن كانت 0.93 إلى 1 وأصبحت 1.06 إلى 1. رفعنا النسبة، رفعنا هذه النسبة، وبالتالي سيكون القصد من ارتفاع النسبة أن يكون حاصل قسمة النيوترونات على البروتونات يزداد، وزيادة عدد النيوترونات يعطي النظائر استقرار أكبر، لأن القوى النووية ستزداد، والقوى النووية هي قوة تجاذب بعكس قوى التنافر الكهربائي. نكون بهذا المثال قد وصلنا إلى نهاية الدرس. أشكركم على حسن إصغائكم وإلى لقاء جديد بإذن الله.